لا مش هي، يمكن بيضة كده ولا كده. سفروا في حاجة شكله ممشش. لا البيضة ممشش يا عم، ومجازة ما أنا جعانة. لا البيض ده سفره وحش، سفره وحش. ما هو بيض الوزارة كله كده. طيب أنا ما قلتلكش عايز بيض وزارة، أنا عايز بيض بلد. ها عندك أهو. طيب أقول لي كده زلط بلدي يوكا يا زلط. بص هتنزل عاملة إزاي؟ لا بياض وحش، بياض وحش البلدي برضه. بقول لك إيه، ما عندكش بيض خالي دسم؟ لا خالي ولا خالك بقى، الكلام ده يبقى في الجبنة. طب إديني طن كيلو جبنة. غور يالا غور من وشي ينعل أبو استبحت. أنت بتشتني يا زلط؟ بقول لك ينعل أبو استبحت. شاكرين يا زلط. السلام عليكم. وعليكم السلام. ولا زيكو باص يالا باص. حاسب حاسب يا جدي يا جدي، حرام عليك قلبت البيت سكه حديد. كويس انك جبت الانبوبه، الانبوبه بتاعتنا فاضيه. دي مش بتاعتك، بتاعت خالتك ام مجاد. ايه انبوبه الشهر بتاعت خالتك ام مجاد، ولحمه السنه بتاعت خالتك ام مجاد، وخضار القرن بتاع خالتك ام مجاد. وطي صوتك لا تزعل يا جدي. ما تزعل يا اخي، والله ابنها لو كان هنا ما كان عمل نص اللي بتعمله. والنبي لو ابني جاد كان هنا لا خليته رمك في الشارع. ليه كسرنا جار ولا واخدينها بوضع الياب؟ يا جماعه انا لو وقفت اكتر من كده هتنفجر فينا كلنا. وسعي وسعي خالتي وسعي. اتفضل يا دناي. اتفضل يا حبيبي. اتفضل يا حبيبي، اهو ده اللي واخدينه منك. ربنا يخليك يا اسامه. على ايه يا ام؟ على فكره جد عامل لك مفاجاه. ايه جاي؟ لا باعت لك شريط، بس بعد ما تغدينا بقى نتفرج عليه. طب والنبي دخل لي الانبوبه دي في الحمام. لا انا ما صدقت دخلت المطبخ، مستحم في المطبخ يا خالتي. هنتفرج على الشريط ونلعب دورين السلم والتعبان، وبعد كده اقول لكم على الفسحه اللي انا موضبها لكم. وجد بعت الشريط ده ازاي؟ عن طريق قناه الجزيره. مش قلت لي جاي مع الحواله؟ بيهزر يا خولس. ما خلاص 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 خلاص. ايه يا خناقه؟ لا يا خالتي عيب نتخانق. خلاص يا جد خلاص يعني، والله هكسر الشريط. يلا بسم الله. يا لهوي، هو جد اتجوز من ورايا يا اسامه؟ لا يا خالتي انت طيبه، ابنك عشان نتن وبخيل مش عايز يجيب شريط جديد يسجل عليه. هو مين كان بخيل في العيله؟ ابوه. لا وانت ما شاء الله مصرفه. اهو يما جد اهو. ده جد؟ ايوه، البدله اللي متعلقه وراه دي هي اللي سافر بيها من 5 سنين. ايوه يما انا جد، ما تستغربيش، الغربه تعمل اكتر من كده، والدنيا ملطشه معايا جامد جدا. الله يخرب بيت ملطشه معاك. طالما ملطشه معاك انزل يا بارد. اهدى يا اسامه واقعد بس. 5 سنين يا راجل مش قادر تنزل تشوف امك اللي لازقه هنا دي. اهلا، ازيك يا عم زرجينه؟ وحشتني، وحشتوني كلكم والله. اسامه انا حاسس ان انا تقلت عليك شويه. شويه؟ 5 سنين وتقول لي شويه؟ مش متفقين على 2 سنين ياض؟ سامع ابنك يا خالتي؟ اهدى بقى يا عم اسامه وقدر ظروفي، بعد حرب الخليج القرش بقى يتعمل بالعافيه. مش هتبطل النتانه والبخل بتاعك يا جاد ابدا. اقطع دراعي ان ما كنت شريك في حصه البترول هناك. ده انا بحرم نفسي من الهدمه ومن اللقمه عشان اوفر لكم ال 200 جنيه اللي انا ببعتهم كل شهر. كذاب الواد ده كذاب، والله العظيم يا خالتي بعت 57 جنيه مستلمهم بايدي. ولا الشريط ده متفبرك، شغل مخابرات امريكيه مش هيدخل علينا. هلاقيه جايب له طعميتين وبيسقف ميه، مش هيدخل علينا الكلام ده يا جاد. وادي التلفزيون. استنى يا اسامه ما تطفيش. ما تطفيش، ده انا هبيع التلفزيون ده. الحمد لله صحتك زي الفل. الحمد لله، ما فيش حاجه ابدا. فيش حاجه ابدا، ده زهايمر، زهايمر مرض العصر يا جاد. يا خالتي شلل شلل. ايه ده ايه ده؟ في ايه؟ هو انا اخر من يعلم ولا ايه؟ خلاص خلاص. طب ما نروح. معلش يا دكتور، ده بقى له 5 سنين ما يعرفش حاجه عن والدته. الظاهر يا حاجه ان ولادك بيعزوك قوي كده، بقى يبقى الواحد ما يقلقش عليكي خالص. هما دول اللي طلعت بيهم من الدنيا. من الدنيا؟ ربنا يخلي. يا دكتور افهم من كلامك يعني ان هي مش محتاجه ادويه، فلوس مثلا، منشطات ولا حاجه خالص؟ لو لابد يعني يدور لها العريس. عريس؟ قص قص ايه؟ ها ايه رايك؟ انت عايز تجوزني امك؟ لا يا عم اسامه، جوزك امي ايه؟ امي عريسها في دماغي. بقولك ايه يا جاد، انا من رايي ما تفرضش عليها حد، لا تكون مصاحبه.
ايه رايك بقى يا اما ولا اجدع كوافير كان هياخد مننا 10 جنيه ويحسبك علينا عروسه يا ابني دماغي سخنه قوي ده وضع طبيعي يا اما مش عروسه جديده لازم تحس بسخونيه يا اما اوعي في يوم من الايام عم زرجينا يقول لك اركبك قطر ده مطير وزيرين نقل قبل كده اقول حاجه ساعه حاجه ساعه يا واد يا جمعه يا واد يا جمعه اللي نازل طنطا فكرتني بالشغل جاهز يا بطل جاهز بس يكون في علمك فهموها انها ما تحرجنيش وتطالبني بواجبات الزوجيه يا جدي عايز اطمنك واقول لك ان هي فاهمه واحنا فاهمين وانت اساسا واضح مش محتاج حد يختلف على حالتك اكتر حاجه هتقول لك عليها شويه شاي اعمل لها شاي وناب ولا شاي انا كل حاجه بمزاجي بمزاجك يا جدي انت جاي تحرجني دلوقتي يا جدي بعد ما الناس بلوا الشربات والدنيا بايظه عايز تكسبني قدامهم انا ما احبش حد يضغط عليا امال عايز ايه لا انا احب ابقى متظبط وانت بتظبط على كام مش بايدي امال ايه ده حسب الحقنه ما تقومني تقومني انت تعمل لي فيها توربيني لا انا قشاش قشاش ايه ده انت عم زرجينا هي الطول يلا اجهز بقى اجهز عشان حد يا صاحبي بيسفرك يلا 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 العروس عامله ايه عامله فيها منى زكي العريس عامل فيها حنان ترك ها عروستنا الحلوه عامله ايه الحلاوه دي يا جدي البيجامه مع الطاقيه والكوفيه والشبشب بالبصبع ده عريس ما حصلش شوف قال صاحبك اللي كان عايز يخلينا اتجوز ببدله المصلحه ليه هتجوز كمساري لا عيب ده انا هجوزك عروسه بقى مش عشان امي لا دي كانت عارضه ازياء كلام ده قريب من 50 سنه بس بسم الله ما شاء الله ما ايه الحلويات دي يا حاج جاد ما شاء الله ما شاء الله تسلم ايدك يا خالتي تسلم يا حبيبي اهو ادي العروسه وجبناها لك فاضل لك كاميرا الفيديو والموتوسيكل ان شاء الله اجيبهم لك قول حاجه بقى قول حاجه تسلم ايدك يا خالتي الظاهر الاولاد محرجين وبعدين ده كمان ميعاد نومهم انا بقترح يا جدع فندي ان الاولاد يغوروا في داهيه جوه ويسيبوا الكبار يخلصوا الموضوع عين العقل يا حاج اسامه يلا يا عريس يا بسهيلة ما تعقدهاش أنا قلت لك من نصيبك وإن شاء الله من نصيبك يا واد يا زرجينة إن شاء الله يلا يلا يا عروسة يا خيلة ما تنشفش دماغك خدش يا أبا خدش يا عم أنت رايح جوازة ولا رايح إيه؟ حدش يلعب في الأكرة منور يا حاج أسامة الله يبارك فيك ده بيتي طلباتك شوف يا جدع فندي احنا زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف ليه بس كده يا حاج اسامه البنت رايده الولد ومتعلقه بيه خلاص خلاص وافقوا على شروطنا ورجلك فوق قفاك انت وقرايبك نفر نفر ده عشمنا برضو يا حاج اسامه اولا يا سيدي اقامه العروسين في شقه جدي حلو وفرنا يا سيدي واقامتي انا شخصيا معاك في شقتك اللي وفرناه صرفناه ثانيا مهر جدي زرجينا في مجموعه شركات قعدوا يقدروه طلع 500 دينار كويتي ايه 500 دينار ليه هو جدك بنت بنوت شكلك مش ناوي على خير يا زفت افند انت يا ولد يا زرجينا يلا نمشي استنى بس يا حاج اسامه الولد رايد البنت ماشي يا سيدي انت جيت في جمال ثالثا مصاريف الفرح من ملبس وجاتوهات من افخر الانواع وكروت موبايل للمعازيم وتاكسيات توصل المعازيم بعد الفرح لحد بيتها كل ده عليك انت ايه ده ايه ده وكمان كروت موبايل للمعازيم لا ده كتير قوي انا مش قلت لك انت مش ناوي على خير يا قطران يا فندم انت يا ولد يا زجرينا بتعمل ايه جوه خلاص يا حاج اسامه نقرا الفتح ما جاش اوانها اهم شرط لو حصل معجزه من المولى عز وجل وخلفوا اولاد الولد يتكتب باسمي والبنت باسم جدي لكن يا باشا ما لكنش ولا حاجه افهم من كده ايوه اذا فليكن فليكن